أنا مايا زنكول مؤسسة شريكة بشركة twizank.com. أكتر شيء عم بياخد نصايح بالموضوع اللي أنا عايزة فيه مساعدة اللي هو كيف وظف الأشخاص المضبوطين لشغلة معين. هيدا شغلة عم بشوف فيها مشاكل وحكيت مع كتير أشخاص من فو من كوين من كذا من فادي غندور من أرامكس كلهم أكيد عطوني أدفايس كتير حلوة. هن مشاكل الانفراستراكتور بلبنان يعني كل شيء خصو كهرباء مشاكل كهرباء أجار هودي الأشياء اللوجيستكس يعني يلي ما في شيء أبدا بيسهلهم للأشخاص اللي مبلشين جديد يعني بغير بلدان يمكن حدا مبلش جديد ما بيدفع تاكس هون مبلش جديد بيدفع تاكس أكتر وكل ما تتعرفي على الأشياء كل ما تلاحظي قديه صعبين ومعقدين.